مرحبا، اهلا وسهلا فيكم عن جديد. باتريسيا المر معكم من شجرال، وحلقتنا اليوم هي عن الجيبسوفيل او البيبي بريث. نستعمل هيدي الزهره لنعمل حشوات بوكي زهور. تابعوني. المقاطع يلي بستعملهم هن مقاطع زهره القرنفل. اكيد باخد اصغر مقطع لاستعمله ليطلع لي اصغر زهره. الجام بيست الابيض، معروف الجام بيست انه هو خصوصي للورد وللزهور، لانه في خصوصية انه بيصير كتير رقيق، وانا هون بحاجة انه يكون كتير رقيق. برقه قد ما فيه وبجيب المقطع الصغير وبقصه بهالشكل مثل ما شايفين، باخده يمين وشمال كرمال ليقطع مزبوط. هيدا القطر في كتير تفاصيل مثل ما منتبهين، ومشان هيك بيعلق بقلب القطر منساعد انه ننزله بالدريسدن تول. منقص الكمية يلي بدنا اياها او يلي بتسمح لنا العجينة انه يكون عنا اياها، ومنحطهم بقلب اي شيء مسكر ليقطع الهواء عنهم، لانه الجام بيست بينشف. اكيد بعد ما نخلص الكمية كلها يلي عايزينها ونكون حاطينها بوعاء مسكر، منجيب قسم صغير عطول منشتغل شوي صغار، منحطهم على فوم باد او سفنجة، وبشتغل بالفينر تول بالميلة الرفيعة، نبلش رقق اطراف بالطريقة اللي انتو شايفينها. انا عم بكبس عليها، وما تخافوا انكم تكبسوا، لانه عطول الجام بيست عنده قدرة يتحمل هيدا النوع من الكبس، وهو معمول خصوصي لاننا نقدر نرققه بهالشكل. نشتغل بكميات صغيرة اول ما تخلص اول كمية، يعني انا مثلا هون عندي خمسة بكمل بالخمسة، بجيب الوايرز رقم 26 لون اخضر وبطويهم مثل ما شايفين، في قطوة واحد واحد وفي قطوة باعداد مثل ما عم بعمل انا هون عندي اربعة. هلا قلبت الزهرة عقفيها لانه خليتها مطرح ما مكشكشه من ميله فوق، وطويتها حطيت نتفه صغيره قدب القلوب وبلش ابرمها على حالها، وهيك بصير عندي اول زهره. بجيب الواير بحط له نتفه قدب القلوب وبفتش على النص تبع الزهره، وبسحب شريط نزول وباصابيعي بثبته على الشريط. بجيب المقص وبشيل الفضلات يلي بلاقيهم زايدين من تحت، بشيلهم وبرجع بلقط الزهرة على الشريط، وهيك بتكون خلصت اول زهرة. مثل ما عم تنتبهوا اني عم بقلب عطول الزهرة عقفيها، لاني حط قدب القلوب النص وما بقرب على الطرف، انا بس عم بكبس النص وببرمة. عم فرجيكم اياها شوي شوي لتشوفوا كيف عم ببرمة، وبفتش على النص تبعها وبحط الشريط، وهيك برجع بعلقها على الواير وبكمل بهيدي الطريقة. بشيل الفضلات من تحت يلي بيعملوها منا حلوة، برجع بزبط العنق، وإذا كانت عم تطلع شوي صغيرة لفوق بقدر اكبسها شوي صغيرة بإيد نزول. ما تعتلوا هم، لأنه مرات انتو عم تشتغلوا بتطلع عن الواير، نزلوها شوي صغيرة بترجع بتثبت تمام. عم برجع عيد ستابس لتلقطوها مظبوط على النص، وبنرجع وبنبرم. اذا بدكن تعملوها حجم اصغر فيكن باصابيعكن مثل ما عم ببرمها هلا، عم بعملها حجم اصغر، تطلعوا باصابيعكن لفوق اكتر، بتزم اكتر على بعضها، بصير عنا زهرة حجم اصغر من اللي قبلها. وهيك خزهور صاروا عنا. هلا بدي اعمل برعم صغير، هي كتير بسيطة، حبة كومبيست كتير صغيرة على الواير، منحط له نتفة ادبل جلو، ما تكتروا الادبل جلو بصير بيزحط، وجربوا قد ما فيكن انكن تحطوها، اكيد هي كتير صغيرة بس اكيد بتعلق وبتزبط. هيدا هو البد او البرعم بكل بساطة. من بعد ما تخلص الكمية يلي منكون اشتغلناها منبلش نعلقهم ببعض. لنجمعهم مع بعض عطول نحنا بحاجة للفلورال تيب او شريط يلي بيستعملوه لجمع الزهور. هيدا الشريط بيبقى فيه مثل نوع من التلزيق، بس تمغطوه بيطلع الصمغ منه وبيصير يعلق تلقائيا. تبرموه على الزهرة بيكمش كل الزهور مع بعض. بالنسبة لجمعهم فيكن تعلقون وحدة وحدة، يعني بأطوال مش متناسقة، بس انا حبيت اعملهم مثل بوكي.
انتو فيكن تغيروا تشتغلوا مثل ما انتو بدكن. عم بجمع بوكيات حوالي 5-6 كبار واثنين براعم. انتو فيكن تكتروا، فيكن تقللوا، فيكن تعملون متدرجين. بالنهاية بيرجع الموضوع بس تكونوا عم تشتغلوا لألكن انتو وحدكن. بس نخلص جمع البوكيات فينا نجمعهم هن بحد ذاتهم على بعض. يعني عملت هيدا الجروب، هلا بعد شوي بتشوفوني رح اجمعه بالجروب التاني ومنعلقهم على العنق الكبير. الفلورال تيب انا قصيته بالنص كرمال لما يعطي حجم كتير كبير، لانه بالبرم المتكرر بيعطيني حجم كتير كبير وبصير في فرق بين العنق اللي فوق والعنق اللي تحت. وعم بجمعهم كلهم سوا على العنق الكبير. وهيك بتكون خلصت حلقتنا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. بشكر حضوركم.